كما صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 11 لسنه 2023 بتعديل الماده الرابعه من المرسوم رقم 5 لسنه 2013 بانشاء المجلس الاعلى للصحه وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه الماده الاولى يستبدل بنص الفقره الاولى من الماده الرابعه من المرسوم رقم 5 لسنه 2013 بانشاء المجلس الاعلى للصحه النص الاتي: يكون للمجلس امانه عامه تشكل برئاسه امين عام يعين بمرسوم بناء على توصيه رئيس المجلس وعدد كاف من الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس من رئيس المجلس بناء على توصيه الامين العام.